مرحبا بكم يا أطفال، اليوم سنقرأ لكم قصة مسلية عن عالم البحار. هذا شادي يحب القراءة والسباحة وعالم البحار، ويتمنى لو يصبح غطاسا. نام وهو يقرأ كتابه المفضل، فحلم أن الأخطبوط يدعوه إلى الغداء مع صديقه الدلفين هاني، وانطلقا معا في رحلة إلى أعماق البحار. انظر يا شادي، ما أجمل هذه الأسماك الملونة! هنا يتسابق سمك المنشار وسمك أبو سيف، وهنا مجموعة من سمك الطن وسمك السلطان إبراهيم اللذيذ الذي تحب أن تأكله، وهنالك سمكة المهرج تتنقل بين أشعة البحر الملون بألف لون. ذهب شادي وهاني إلى حيث الصدف والمرجان، وصنع أجمل عقد من حبات اللؤلؤ ليقدماه إلى السيدة أخطبوط. ها قد وصلا. مائدة السيدة أخطبوط متنوعة، السلطعون والقريدس وأنواع من الأسماك. وكانت السيدة أخطبوط تأكل وتداعب طفلها وتحوك جوربا في الوقت نفسه. فتمنى شادي لو أنه يملك أيضا 8 أيد مثلها. أين تنام كل هذه الأسماك يا هاني؟ أجاب البحر بصوته الرنان، بين الطحالب والصخور والمرجان، وفي مملكتي حيوانات صغيرة صغيرة كالسلاحف وحصان البحر، وكبيرة كبيرة كالحوت الأزرق، وفيها أيضا سمك الزبال الذي يأكل النفايات. استفاق شادي من حلمه على صوت الضجيج سيارات، والألوان ما زالت ترقص في عينيه، لكن أكثر ما أعجبه هو الهدوء الذي اكتشفه في عالم البحار. أنا طفل صغير في عالم كبير، من حولي يعيش نبات وحيوان. أنا طفل صغير في عالم كبير، أحب النحل أخاف الحية. أنا طفل صغير في عالم كبير، أهوى الشجرة أكل الثمرة. أنا طفل صغير في عالم كبير، أنا طفل صغير في عالم كبير. فقرة فكر ولاحظ. ما هو الحيوان المائي السريع في السباحة والذي له 8 أذرع يلتقط بها طعامه من أسماك ومما يجده في البحر الكبير؟ انظر في الصورة. إنه الأخطبوط. نعم، إنه الأخطبوط. إلى اللقاء.